السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك عم الشيخ؟ الحمد لله نحن بخير. بقول لحضرتك، انا كلمت حضرتك قبل كده على الصدق الجارية، وانا من الفيوم. سمعني؟ اسمعك. وانا من الفيوم، وحضرتك قلت في واحد في الفيوم. المهم انا توصلت معاه، واللي هو الشيخ سيد. طيب والمطلوب ايه؟ المطلوب انا يعني كان عندي اللي هو ذهب وبعته عشان اعمل صدقه جاريه لي انا وجوزي. طيب. تمام. فانا كنت عايزه اوسع الصدقه الجاريه يعني لامي وابويا واخواتي. فالشيخ سيد قال لي لا، ما ينفعش يعني الصدقه الجاريه خصيها مثلا ليكي انت وجوزك، ولو عايزه تعملي لوالدك ووالدتك واخواتك يبقى ايه، لان الذهب ب 37. لا عفوا، لعلك فهمت خطا عن الشيخ سيد، لكن عموما يجوز، يجوز ان اخرج 1000 جنيه مثلا واعمل صدقه ب 1000 جنيه واقول عني وعن اخي وعن اختي وعن ابن عمي، لكن كل واحد سيكون له نصيب من الألف. أما إذا قلت عني فقط فالألف كله لك. يعني أنا قلت عم الشيخ أعمل لا مانع يا أختي، هو الفلوس 37 الحمد لله رب العالمين، الله يبارك، أكتر من البير. فالشيخ سيد قال لي خلينا مش الشيخ سيد الآن، يعني مش لازم الشيخ سيد. والشيخ سيد دلوقتي أنت تسألين سؤالا، هل يجوز أن أخرج مبلغ 37,000 جنيه في صدقة جارية لي ولأمي ولأبي ولزوجي ولأبنائي؟ نعم يجوز، لكن طبعا إذا أخرجت 37 كلهم لك ثوابك أعظم، لكن إذا قسمتيها على الجميع كلهم بحسب. هو صار علي أن أعمل البير لي أنا وجوزي، وبالباقي أجيب كتب علم للطلبة. يا أختي حاجة ترجع إليك، صدقة لأمي وأبوي وأخواتي. شيء يرجع إليك، يعني الأمر فيه ساعة، تضعيها في مسجد، بناء مسجد، تضعيها في مستشفى. طيب هي ديت أفضل الصدقات يا عم الشيخ؟ هي لا ما ولا في أفضل منها؟ والله ما نستطيع أن نقول أفضل الصدقات شيء معين، لأن تختلف إلى احتياجات الناس واحتياجات الأماكن. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي عم الشيخ؟ نعم. الخط قطع مع حضرتك. تفضلي. انا ممكن يعني ممكن ابعت الفلوس لحضرتك مع الشيخ سيد، وحضرتك تشور علي بافضل الصدقات وتخلي الشيخ سيد يعملها تكلفه بيها؟ لا ما تبعتليش فلوس، انا لا اخذ فلوس من احد، لا اخذ فلوس صدقات من احد، الله يكرمك. انا عايزه صدقه جاريه لي انا وجوزي. طيب خليك عندك الشيخ سيد اللي انت تقولين عليه، سلمي له الفلوس، واذا استشارني حضرتك اللي قايلين عليه، حضرتك أيوة. اللي قايلني عليه، عشان عليه بس ما فيش مشكلة، سلمي له الفلوس ويستشيرني وأقول له افعل كذا كذا، بس إن شاء الله. يعني حضرتك اللي تقول له على أفضل صدقة بإذنك يا رب، صدقة جارية إن شاء الله، وأنا أنصحك تضعيها في أساسات مسجد. صدقة جارية أيوة، ضعيها في أساس مسجد أفضل لك. شكرا. نعم. إذا كان في مسجد في بلدك بيبنى ضعيها في أساسات المسجد. شكرا. كلامي مسموع يا جماعة ولا؟